كل عام وانتم بخير. عام ميلادي سعيد. المحاضرة كانت مقررة العام الماضي في الواقع وتأجلت لحد هذا السنة، ربما تكون فاتحة خير السنة أول محاضرات هذا العام 2014 في معهد إبراهيم أبو لغد. في الواقع المحاضرة عندما تقررت في البداية كان لها عنوان مختلف عن عنوانها الحالي. وقتها كان في ذلك الوقت كان الاتفاق النووي الإيراني بين الدول دائمة العضوية الخمس وألمانيا دول خمس زائد واحد مع إيران. كنا نفترض أنه بدنا نناقش موضوع الاتفاق النووي وتداعياته الإقليمية. بعد أسابيع من تأجيل المحاضرة، أول مرة بسبب الثلج وبسبب ظروف مختلفة تأجلت المحاضرة أكثر من مرة، كان واضح أنه الآن المحاضرة أيضا أخذت أبعاد جديدة. أصبح الموضوع يحتاج أن نناقش ما هو أكثر من إيران. أصبح مطلوبا مناقشة الترتيبات الإقليمية الجديدة، تداعيات صعود ما يمكن أن نسميه لحظة وجود حسن روحاني في الحكم في إيران. نحن أمام رئيس جديد، ولكن كما نعلم جميعا أن الرئيس في إيران ليس صانع السياسة الخارجية الوحيد، ولكنه أحد صناع هذه السياسة. في الوقت نفسه لابد من تجاوب المرشد العام الحرس الثوري في إيران، كثير من الأطراف في إيران أن تتجاوب. وبالتالي عندما نشهد معالم سياسة جديدة في إيران، عندما نشهد معلم جديد للسياسات الإقليمية في إيران، فمعنى ذلك أننا أمام تحولات تحتاج إلى بعض النقاش وبعض التمحيص. يعني في معهد إبراهيم أبو لغد يعني يسعدنا إنه إحنا نكون هاي باكورة محاضرات إلها علاقة في دول مجلس التعاون دول الخليج العربية ودول منطقة الخليج العربي ككل، سواء دول مجلس التعاون أو مع العراق إيران، منطقة مهمة جغرافيا. والمعهد كما يعني الدكتور عبد الكريم موجود أمامنا الآن، يعني هي جزء من خطة للاهتمام بهذه المنطقة الإقليمية المهمة. أول شيء بدي أسألكم، بتحبوا المحاضرة فيها عندكم خيارات عربي إنجليزي تركي فارسي؟ لأنه أليكس ما شاء الله يعني متحدث بهذه اللغة. راح تكون المحاضرة طبعا باللغة العربية. بسعدني أرحب بأليكس ريزا شمس اليوم معنا. أليكس خريج جامعة هارفارد، حصل على الماجستير العام الماضي من جامعة هارفارد في رسالة بعنوان أبناء الثورة الإيرانية، أو عفوا بنات الثورة الإيرانية. يعني خبرة، وكان موضوعه بالذات تعليم المرأة في التعليم العالي بعد الثورة الإيرانية. أيضا أليكس دارس للغة التركية في جامعة البسفور في اسطنبول، درس اللغة الفارسية في جامعة طهران في إيران، ومعاه البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة كاليفورنيا الجنوبية. درس أيضا سابقا العربي اللغة العربية في الجامعة الأمريكية في القاهرة. الآن يعمل أليكس محرر في القسم الإنجليزي في وكالة أنباء معا، ومحرر في وكالة أنباء معا، مؤسس سابق ومشارك في يعني مجموعة عجم للإعلام اللي كانت متنية بإيران وآسيا الوسطى. اشتغل في جريدة حبر، اشتغل في النرويج، اشتغل في أكثر في بيروت، في أكثر من مكان في العالم. كما قلت راح يتحدثنا أليكس الآن لمدة نصف ساعة تقريبا عن السياسات الإيرانية، عن المشهد الإيراني في الوقت الحالي بامتداداته الدولية الخارجية وبتفاصيله الداخلية. تفضل أليكس. شكرا. شكرا لك. تسمع منيح صوت؟ أوكي. شكرا لكلكم لحضوركم والاستضافة كمان. مثل ما كان عم بيقول، أول ما بلشنا متفكر بموضوع المحاضرة كنا بدنا نحكي عن اتفاق جنيف، وشو معنى اتفاق جنيف، وكيف شو التغيرات السياسية من داخل إيران الذي انتجت إمكانية المصالحة مع أمريكا وإمكانية الاتفاق بشكل عام. فأنا اليوم هركز على الاتفاق بس كمان على الإطار السياسي الداخلي الإيراني.
وكيف تغيرت المعادلة السياسية الداخلية الإيرانية في السنوات الأخيرة في إيران، وكيف تأثرت الأحداث الحالية في المنطقة وخصوصاً بسوريا وفلسطين على المعادلة الداخلية في إيران، وكيف حتأثر التغييرات في إيران على المنطقة بشكل عام؟ فأول شيء لما نحكي عن الاتفاق، يعني أول ما قريت الاتفاق، أول إجا الخبر الاتفاق اتفاجأت، عشان لما قريت الاتفاق ونص الاتفاق حسيت إنه ما كان في كتير أشياء جديدة فيها، وما كان في كتير يعني متفاجأة فيها، عشان بالنص الاتفاق مكتوب إنه هيكون في مراقبة دولية على البرنامج النووي الإيراني المدني، وحيكون في إمكانية أو بداية تخفيف العقوبات التي موجودة على إيران من أكثر من 30 سنة. ف يعني قريته ما حسيت إنه في كتير أشياء جديدة، ويعني إذا بدنا نحكي عن مصالحة أو إمكانية السلام هيدا يعني ما في كتير أشياء فيها جديدة. ولكن أول بلش انتشر الخبر سمعت من السياسيين الإسرائيليين والسياسيين السعوديين إنه هيدا شيء تاريخي ومش يعني غير مسبوق، ويعني صار بيكون في ضجة بتل أبيب وبالرياض إنه في شيء غلط أو في ما فينا منوافق هذه المصالحة. ومن بعدها صار بيكون في احتفالات في شوارع طهران، وحسيت يعني لما حكيت مع أصدقائي وزملائي وكل الناس بيعرفوا بإيران، الناس بيقول إنه هيدي عن جد شيء تاريخي ومش مسبوق بتاريخنا. فأول يعني النقطة الأولى بدي أسلط الضوء عليها، إنه لما بنحكي عن الاتفاق ولما بنحكي عن يعني اتفاق جنيف والمفاوضات من بين إيران وأمريكا، لازم نفهم من الأول إنه الاتفاق مش مهم ومش تاريخي عشان نصه الأشياء يعني مضمون فيها، بس عشان يعني الاتفاق رمز إمكانية السلام وإمكانية المصالحة من بين إيران وأمريكا، يعني دولتين التي يعني ما عم تحكي ما عندهم مفاوضات تقريبا من أكثر من 30 سنة، 35 سنة صارت وما في علاقات من بين الدولتين. فلما بنحكي عن الاتفاق لازم نفهمه ولازم نفسره كرمز إمكانية المصالحة وبداية المصالحة مش المصالحة كلها. يعني فينا نفسر الاتفاق على ثلاث مستويات تقريبا: العلاقات الأمريكية الإيرانية التي حلا حكيت شوي عنه، بس كمان لازم نشوف لازم نفهم كيف انتجت إمكانية الاتفاق من الإطار الداخلي، يعني السياسة الداخلية الإيرانية والتغيرات فيها في السنوات الأخيرة، بس كمان التغيرات الحالية في المنطقة. فاليوم هركز أول شيء على السياسة الداخلية في إيران، وبعدين هحكي شوي عن سوريا وموقف فلسطين في البحث كمان. أولاً قبل ما أبلش أحكي عن السياسة الداخلية الإيرانية، يعني الجدير بالذكر أنه لما بنحكي عن إيران ولما بنحكي عن حكومة أو نظام الإيراني، الجدير بالذكر أنه ما في كيان اسمه إيران عم بيخد قرار واحد، يعني ما في شيء موحد هيك. يعني لما نفكر بالحكومة الإيرانية أو السياسة بشكل عام، أوقات نبلش نتفكر أنه في شخص معين عاد بالطولة عم بيخد قرارات يعني مباشرا، ولكن الحكومة الإيرانية والنظام الإيراني فيها تعددية بالأرقاء والمؤسسات وعمليات يعني القرارات كمان مثل أي بلد تاني مثل أي حكومة تانية. يعني في المرار بيقولوا الناس يعني كيف نحن بلد عنا 500,000 شخص مجروح بالإسلاح الكيماوية اللي استخدمه صدام حسين، وكيف فينا ندعم بلد بيستخدم الإسلاح الكيماوية ضد المدنيين؟ فمن سنة ونص تقريبا في حديث غير مسبوق في إيران عن كيف فينا نتغير الوضع، وكمان شايف يعني إذا بدنا نشوف كيف تفسر الحكومة الإيرانية الأحداث بالمنطقة، فينا نشوف بس كيف بسميه الربيع العربي. نسميها يعني أولاً لما بلشت الثورة بمصر وتونس وبلد أخرى كانت تقول إنه هيدي الصحوة إسلامية، ولكن هلا يعني من سنتين تقريباً
مش موجود هذه العبارة في أي مكان في إيران بعد، عشان شايفين أنه في انتشار يعني فكرة الطائفية والإيديولوجيات التكفيرية الطائفية العنصرية خصوصا ضد الشيعة. فعم بيصير أنه في طائفية غير مسبوقة في المنطقة وضد إيران، ويعني الهدف إيران والمؤامرة السفوية الرافدية الماجوسية إلى آخره. فمن الجهتين من الطرفين أمريكا وإيران فيها تغيير بالمعادلة الداخلية السياسية بالنسبة الثورة بسوريا. وآخر شيء قبل ما نبلش بالأسئلة والبحث كذا، شو موقف فلسطين في كل هذه التغيرات وبإمكانية المصالحة من بين إيران وأمريكا؟ بالنسبة لي بعضه مش واضح، بس يعني فينا نشوف، يعني أولا لما إجا الخبر شفنا أنه كان السياسيين بالسعودية والسياسيين بتل أبيب زعلانين من الخبر، فهيدا بالنسبة لي يعني إشارة أنه في شيء جيد بالاتفاق أكيد، وفي إمكانية أنه نشوف شوي عم يعني إسرائيل عم بتعزل أكتر وأكتر بالمنطقة شيئا فشيئا. وحتى بالحديث العام في أمريكا في تغيير بالنسبة القضية الفلسطينية، وفي إحباط مع يعني الموقف الإسرائيلي على الموضوع على المفاوضات. فمنشوف أنه يعني أول شيء كتير مهم بالتغيير بالسياسة الداخلية في أمريكا أنه من الجمهوريين والديمقراطيين يعني هناك مجموعات بتدعم المصالحة مع إيران، و يعني ما بدهم يدعم إسرائيل والسعودية بشكل كاملا مثل ما كان عم بيعمل من قبل. فالبوبو الإيراني يعني عم بخفف شوي بالحديث العام الأمريكي. يعني وكمان شيء مهم ونقطة مهمة هلا حاليا، يعني نزلت الخبر امبارح انه في الكونغرس الأمريكي اكثر من 50% بال يعني عضو الكونغرس بأمريكا يدعم هلا مشروع قانون جديد في السنة لتطبيق عقوبات جديدة على إيران. وحسب الاتفاق بجنيف إذا في تطبيق عقوبات جديدة على إيران بيلغى كل شيء. فالنقطة المهمة أو المشوقة في الموضوع إنه مين عم بينظم المشروع قانون جديد لتطبيق عقوبات؟ هي اللوبي الصهيوني أيباك اللي عم بيعمله. يعني في أمريكا في مثل ما بنعرف اللوبي الصهيوني الكبير، وكمان في لوبي إيراني أمريكي، مش إيراني بس إيراني أمريكي، في اسمه نايك في الحكومة. ف يعني الجدير بالذكر أنه يعني الأكثر حزب وأكثر مجموعة معارضا على الاتفاق والمصالحة مع إيران هما الصهاينة بأمريكا. شكرا لكلكم. شكرا. شكرا أليكس. الآن ممكن نفتح باب الأسئلة والأجوبة. راح أستغل إنه أنا اللي بدير الجلسة وأطرح سؤال بالبداية. هل تتصور أليكس بأنه ممكن نشهد الآن المنطقة يصير فيها محورين؟ يعني كنا نتحدث عن محور الممانعة والاعتدال سابقا، هل ممكن أن نشهد محور إيراني عراقي سوري مع حزب الله في لبنان؟ شكرا. عندهم محاضرة الساعة 3. Thank you very much. I'm sorry for the noise. No, no, it's fine. Shukran.
السؤال كان هل يمكن أن نشهد الآن محور انقسام جديد في المنطقة؟ يعني الولايات المتحدة كانت تقود منطقة الخليج العربي أو المنطقة الخليج بشكل عام بنوع من نظرية الاحتواء المزدوج، اللي هي أنه كانت إيران والعراق قوتين كبار ضد بعض، وهي كانت أحياناً تدعم القوتين بحيث أنه يبقى الطرفين يعملان على إضعاف بعض. هذا الكلام حتى حرب العراق عام 2002 تقريباً. هل يمكن أن نشهد الآن نوع من احتواء مزدوج جديد قائم على أساس إيران، العراق، سوريا، حزب الله كمحور، مقابل السعودية، الأردن، فلسطين ودول أخرى، بحيث أنه نعود لفكرة الاحتواء المزدوج؟ طيب أنا يعني بالنسبة لي هذا يعني فكرة المحور كذلك يعني مش فكرة جديدة، هي موجودة من قبل، بس هلا عم تغير بالنسبة للقضية السورية وبالنسبة موقف إيران على الثورة السورية. ف يعني بنشوف هيك يعني المحور الإيراني العراقي السوري وحزب الله وحماس كمان، بس كمان من الجهة الأخرى يعني فيها المحور السعودي الإسرائيلي، وهلا صارت الصراع من بين قطر والسعودية كمان خصوصا بمصر، شيء جديد بتأثر على المعادلة في المنطقة. يعني بالنسبة لي مش واضح كيف هيصير إيران جزء من هذا الصراع، ولكن في إمكانية يعني إذا في تعزيز العلاقات من بين أمريكا وإيران في كمان إمكانية تغيير بالنسبة للعلاقات السعودية الأمريكية، هيدا كمان نقطة مهمة. طيب تفضل. أنا نوعا ما مستغرب إنه ليش تبنوا نقطة البداية في الحرب العراقية الإيرانية. يعني التاريخ الحديث لإيران فيه تطورات مهمة، خصوصاً الحملة أو مشاركة المخابرات الأمريكية والبريطانية بشكل بالتحديد لضرب مصدق. في رأيي إنه هاي كنقطة بداية تبدو أهم إذا الواحد بده يطلع على شو الدور الأمريكي الغربي المخرب. إذا الواحد بده يهمل مدى التخريب والتحطيم المجتمع الإيراني والدول الإيرانية ممكن ينساوي يحطه على 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 جنب. أنا بس بدي أطرح بالنسبة يعني نقطة البداية. أنا يعني أنا موافق مع كلامك، بس يعني في شيء غريب ومشوق بإيران بالسياسة الداخلية، فأنه مصادق هو يعني كانوا انقلاب دعم السي آي اي ضده، وكان أول رئيسات روحاني، وحيكون في نهضة للثوريين يعني المجموعة الثورية ضد الاتفاق، عشان بعد في إمكانية، بس ما هتكون في على الشوارع، هيكون في الإطار الحكومة هلا بالنسبة لي. وبالنسبة لفلسطين يعني أنا بفكر حاليا يعني إذا في تطور بالاتفاق عم يعني في إمكانية تغيير المعادلة السياسية في المنطقة كلها، وضعف الموقف الإسرائيلي في المنطقة وتقوية الموقف الإيراني في المنطقة. وفي نسبة لي في كمان هذا يعني أنه هيتكون في ضغط أمريكي أكثر على إسرائيل. فأنا بالنسبة لي يعني مش واضح هلا، وهل كمان لازم نشوف الستة أشهر الحالية يعني شو بيصير بالنسبة للاتفاق، بس بفكر إنه النتائج هتكون في إيجابيا لفلسطين والقضية الفلسطينية. في نهاية اللقاء أشكر أليكس وأدعوكم لشكره معي مرة أخرى، وشكرا لكم أيضا لحضوركم.